الحمد لله، أنا مواد فخورة وسعيدة أن تم اختياري من ضمن مجموعة الطلبة في برنامج طب وعلوم، وإن شاء الله أستوي دكتورة وأخدم بلادي وأرد جزء بسيط من جميل الوطن علي. أحب أشكر الشيخ محمد بن راشد على دعمه للعلم. أنا وايد فخور أني أنا واقف هنا اليوم، قبلت في جامعة محمد بن راشد مبتعث من هيئة الصحة. إن شاء الله أقدر أرد جميل الوطن. الحمد لله تم اختياري البرنامج طب وعلوم المنح الجامعية، أنا وايد فخورة. عسى ربي يوفقني أنا وأخواني الطلاب نسوي دكاترة ونرفع رأس بلادنا إن شاء الله.